نبتدي بقى بالقانون. هل حصل يعني دايما بتقولوا لنا ان في قياس اثر، قياس اثر، امتى بنقيس الاثر لاي من قانون؟ 3 لـ4 شهور من بدء التفعيل، عشان يبقى في بس ارقام مفهومه. متفقين كلجنه الاسكان ان شاء الله انه الشهر القادم يعني بعد شهر من دلوقتي هنبدا نستدعي الجهات المعنيه للحصول على الاحصاءات اللي تقدموا بيها سواء في الاجهزه او في الحكم المحلي. تقديرنا هو الاهم مش بس العدد، لان الحقيقه العدد ده كان قبل كده عدد كبير، 2,800,000 طلب، لكن اللي اتعمل منهم استمارة 10 هو 100,000. احنا اللي يهمنا مش انه تقدم كام، هو ما هي الحالات التي قبلت، لان المره دي ما بقاش في مشكله المعاينه على الارض. انت كما تعلم ان من ضمن الاجراءات التيسيريه اللي اتعملت في هذا القانون هو انه اللجنه اللي بتفحص عشان تصدر الاستمارات بالقبول 9 و10 مش معنيه خالص بالنزول دلوقتي، وتقدر ان هي تطلع الموافقات طالما استكمل الطلب لمستنداته. وبالتالي عايزين نعرف الاتجاهات ايه، نسبه قد ايه اللي مقبول، اللي متقدمين كلهم متركزين في روف وبيزمنت في المدن الجديده، طب في الاحياء ايه؟ يعني هنبقى محتاجين نعرف منهم احصاءات عشان نشوف شكل التوجه ونعرف المشكلات ايه ونقف عليها نحاول نحلها. يعني المره دي مش هنسيب القانون لفترات طويله ثم نصطدم بان النتائج ضعيفه. المره اللي فاتت احنا سيبناه فتره كانت النتيجه ضعيفه جدا. المره دي كل 3 4 شهور هيحصل قياس اثر ومواجهه مع الوزاره المعنيه او مع الحكم المحلي.